انطلاق عملية التلقيح في هذا المركز الجديد الذي تبلغ الطاقة استيعابه 2000 شخص شهدت ارتباكا واكتظاظا بسبب تأخر وصول التلقيح وكثرة المرافقين. السبب نتاع الاكتظاظ اليوم مكثرهم مسنين، والمسن ماهوش مش يجيك وحده، مش يجي معاه مرافق واثنين، والمرافقين مش تكون انت عندك بريفي ان سيغتان نومبر، مش تلقى النومبر نتاعو في الدوبل، ساعات حتى في التريبل. الدنيا مليانه، لما حاله قالوا الفاكسان وخرت شويه، جماعة العشرة دخلنا بعد بشوية شوية وصعبين، وكحد جهد مربي يستر الجميع إن شاء الله. هو مجهود واضح والعدد كبير برشا، كان ينجم يكون خير شوية من هكا. إذا دخلت وإذا خرجت. أنت منين جيت؟ من المحرس جيت. وقتاش الموعد نتاعكم بالضبط؟ العشرة. حتستنى ولا؟ إي لا ما استنيتش. جيت في موعدي وتعديت طول. المخزون الحالي عندنا 280 ألف جرعة تلقيح في المخزون، قاعدين أسبوعيا جينا كميات. دونك مش نقويو نسق التلقيح، باش نقويو نسق التلقيح رفعنا في عدد المراكز. كانوا عندنا في البدايه 25 مركز، تو فوق ال 50 مركز، وفي الولايات الكبار كما صفاقس، صفاقس نسبه التسجيل فيها محترمه، الا ان نسبه التلقيح ضعيفه. هكا علاش كثرنا في المراكز، عملنا المركز هذا الكبير، الطاقه نتاعو 2000 تلقيح يوميا. فيما شهد الارتباك اوجه في مركز التلقيح بالمركب الشبابي، مما حول مساعي البحث عن الوقايه إلى رحلة انتظار طويلة محفوفة بالخطر والتعب. ونصحوك باش تلقحوا، جينا باش نلقحوا وكاسي كان ضربنا السرد. العشرة ونص، بالله وين هذا؟ وين التلقيح؟ هذه العشرة ونص أنا لتو التسعة ونص لتو ما دخلوش، تو قريب نصف النهار وفي بير علي، من بير علي والغد من بير علي أنا من القندور. ووقتاش باش نروح؟ باش نوكل طيب فطوري. تلا وقت تجيك كمية التلقيح بصفة كبيرة نحلوا حتى المراكز الرعاية الصحية، نحلوا الصيدليات الخاصة تنجم تشارك، قاعدين نلصقوا معها مش تشارك في عملية التلقيح. دونك نوسعوا في طاقاتنا حسب كمية التلقيح المتوفرة، وإن شاء الله تتوفر في أقرب الوقت. للمناطق اللي ما فيهاش عدد مسجلين كبير برشا باش يتم التلقيح عبر حملات دي كومباني موبيل يعني متنقلة في البعض الأرياف اللي ما نجموش عنا أعداد كبير. 1,600,000 مسجل ثلثهم فقط تلقى التطعيم، وينتظر أن يتسارع نسق عملية التلقيح مع انتظام وصول الجرعات أسبوعيا، مما يقتضي دعما للموارد البشرية وتحسينا لظروف مراكز التلقيح حتى لا تتكرر